عند صاحبي بيسو الانتيم وكان يوم عيد ميلاده وكان عازم ناس كتير قوي قوي قوي. وبعدين في بنت كانت عماله تبص لي جامد قوي، بس انا انت اللي في القلب. وكان كنت عامل دايت جامد بس ما قدرتش بقى، ما قدرتش اقاوم. كان في كريمة مش عايز اقول لك كنت بحبها قوي يعني، وجالي صداع جامد قوي. ما خليكي معايا. واتاري الصداع راح بعد ما اكلت التورته، اتاريني كنت جعان. وانتي كمان يا ماما، والله يا حبيبتي كويسين. عند واحده صاحبتي من ايام الجامعه يومين كده. طمني انتي بس. حاضر يا ماما، مع السلامه حبيبتي. باي باي. دي ماما عايزه تطمن عليا قبل ما اتجوز، عايزاني اتجوز عشان تطمن عليا. حتى بعد ما اتجوزت وبقى عندي ولاد عايزه تطمن. انت جوزك بيشتغلي؟ ظابط. ظابط شرطه ولا؟ شرطه في مكافحه جرائم النشل والسرقه. باين عليه جامد. اكون لوحدي عشان اقيم العلاقه من بعيد. تبعدي ايه وتربي؟ انت فاكره نفسك خطيبتي يا ولية؟ احنا بينا بيت وعيال. عارفه، ما هو ده اللي مخليني محتاجه مده اطول. لو النبي واخد يا باشا عايز المدام، عايزها تمدلنا الورق ده يا باشا. اركن الواد على جنب، اصله يعني مش عايزه تلمي الموضوع وترجعي. حسين ارجوك افهمني. افهم ايه؟ افهم انك سايبه بيتك ولسه عايزه تقيمي لي العلاقه. ما خلصنا يا باشا، لو من بوكس ده مش طالع نشوف بوكس تاني. اخرس يلا. ماشي يا باشا. نه انا بحذرك، انا صبري ليه حدود. وانا كمان اتخنقت. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش ارجع دلوقتي كده. فرج امر يا باشا. طلع الواد ده. اطلع يالا. بقول لك ايه، وخد الولايه دي رخه. ايه اللي كاتاك؟ حسين لا، دي بيدي. حضرتك مش فاهم، انا بريئه، انا اللي اتسرقت. ما تخلصينا يا زيد. انت كمان حسين. حسين كارم فور رابيت. ايه ده؟ كريم حسين جوزي عرف فيا ايه؟ حاطيني في عربية البوكس مع المجرمين، متخيلة انا يعمل فيا كده؟ اوكي سوري. يو نو لا، ماي هازبند فور مي ارست مي ان ذا بوكس. يو نو اوكي اتس ا جوك. ار اس اي دبل ار اي اس بي. هي المجموعة القصصية بتاعت محمد عبد العظيم مالهاش معاكي؟ ما انا بشتغل فيها. لا انا مالي خالص، انا بحب الشغل بمشي واحده واحده، المهم نوصل. افندم التوصيل مش انت بتوصلي الخطوط ببعضيها؟ المهم نوصل. انا الخطوط عندي حاده وساعات مقطوعه. صدقني طب الخطوط دي مليانه نعومه وطراوه.
وحلاوه. انا عندي شغل وبحب لما اشتغل اركز. حضرتك عايز حاجه؟ لا انا عايز حاجه كتير قوي. ايه بس انا بحب الامور تبقى ماشيه واحده واحده. انت عارفه الاغنيه اللي بتقول يا وش يا وش؟ لا انا اعرف يا ايها الركضون تحت التراب. تراب يا ساتر، اقول لك نعومه تقول لي تراب؟ لا ما يهمكيش، الصبر حلو. ما يروح يشوف نفسه في المرايه. ده انت مالك بتكلمي نفسك كده ليه؟ الراجل المجنون ده لازالي مش عارفه ليه، عمري ما شفته بالرزاله دي. طول عمره كده، بس دلوقتي متخيل انك فديتي الموضوع بقى سهل. تفتكري يكون بيفكر كده؟ كل الرجاله كده. اوكي انا بقى فضياره، انا هخليه يفكر قبل ما يقول لي صباح الخير. بنرجع مره تانيه وبنفكركم ان معاكم من الهندسه الاذاعيه احمد جابر، ومعاكم على الهوا دينا مندور. دينا بنرجع لكم مرة تانية على الهوا، ودلوقتي معاد اغنية الذكريات. قبل ما نسمع الاغنية مع بعض هناخد اتصال تليفوني. الو الو، ايوه دينا، دينا انا كريم. الو يا دينا. الو الو دينا، انا في ورطة، انا عايزك تساعديني، انت الوحيدة اللي هتقدري تساعديني. يا دينا انت فين؟ الو، بنرحب بصديق البرنامج كريم الحسيني. يا دينا انا مش صديق البرنامج، انا صديقك انت، انا دفعتك. الو الو دينا انت سامعاني؟ لما تروحي كلميني. استناك. اغنيه الاسبوع او اغنيه الذكريات الاسبوع ده اغنيه خاصه جدا بنهديها لصديق البرنامج كريم الحسيني، وهي اغنيه سوي لدين مارتن. سوي، انا هجيبها لك منين سوي دي؟ سوي. قبل ما نسمع الاغنيه هناخد اتصال اخير ونقول الو. سوي ايه؟ هجيبها لك منين؟ هجيبها منين؟ انا شيرين. ويا ريت تساعدي، ده صوته مؤثر قوي، ولو مش هتقدري تساعديه انا ممكن اساعده وتليفوني. يظهر ان الاتصال اتقطع مع شيرين للاسف، وعشان كده دلوقتي هنسمع مع بعض اغنيه سوي ودين مارتن. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you'll have a way with me. Dina. Stay with me. Dina.